السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من لجنة التربية النيابية. لجنة التربية النيابية تتباحث مع الوزارة بأن يكون 15 من الشهر العاشر موعدا لبدء العام الدراسي الجديد. طبعا هاي لجنة التربية النيابية جاي تناقش مع وزارة التربية، إذا تقول لها حنسوي أو حيصير دوام موعد البدء العام الدراسي الجديد 15/10. فهسه ماكو قرار رسمي، فقط لجنة التربية، يعني مو قرار رسمي بس لجنة التربية النيابية جاي تناقش مع وزارة التربية، تقول لهم خنسوي الموعد العام الدراسي 15/10. فهسه لحد الآن وزارة التربية ما انطت أي خبر، والكل اللي يسأل يقول لك 12/10 الدوام أو 11/10 أو شوف ايش يا يوم، فكلها أخبار غير صحيحة. بعد القرار بيد وزارة التربية، هسه لجنة التربية تناقش ويا وزارة التربية تقولهم خل سوي الموعد العام الدراسي الجديد 15/10، وبعد ننتظر الأخبار إن شاء الله خير.